Sbarro. أنا. كانت خلال 9 أيام قمت بدراسة الموقع بشكل دقيق جدا واخترته بعد أن درست العدد الهائل الذي يرتاد هذا المطعم مطعم سبارو. كانت مهمتي فقط اختيار الموقع وتوصيل الاستشهاد التخطيط للعملية بشكل عام لكن تنفيذ العملية كان على الاستشهاد وليس علي فأخبرته أن يدخل إلى المطعم أن يتناول وجبة وبعد ذلك بعد ربع ساعة أن يقوم بتنفيذ العملية الاستشهادية وأنا بدوري يعني حققت لهذا الاستشهادي الحياة التي يريد لو خشفت على الأشخاص اللي بתוך المسدى الأولاد المشبخات لا أنت يودعت كم أولاد يرجو بسبارو 3 أطفال قتلوا في هذه العملية أعتقد 8 8 8